الحادي عشر من ذي الحجة، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق. بدأه الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى بالتوجه إلى مشعر منن لرمي الجمرات الثلاث الصغرى الوسطى والكبرى، والطواف حول الكعبة بعد أن أدوا شعائر يوم النحر، ونفروا إلى مشعر مزدلفة ووقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. مهللين ومكبرين، رمى الحجاج 21 جمرة في مشعر منن الذي تهيأت منشآته لاستقبال ضيوف الرحمن، منشآت تم تزويدها بخدمات متنوعة، بداية من توفير التهوية والتكييف لتقليل درجات الحرارة العالية، وإعداد السلالم المتحركة، وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آلية التحكم في تدفقات حركة الحجيج لضمان الراحة والتيسير في أداء المناسك. وبالكثير من التفاني يواصل الحجاج أداء مناسكهم، حيث يبيتون ليالي التشريق في منن قبل التوجه إلى مكة لطواف الوداع الذي تختتم به مناسك الحج. موسم الحج لعام 2023 الذي يستقبله الحجاج بالكثير من الشوق بعد أن حرمتهم جائحة كورونا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، عرف توافد أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفاً من الداخل.